صباح صباح الخير يا جماعة. صباح الناس تصحى على أخبار جميلة، على أخبار حلوة. أنا يدقوا علي يقولوا لي حسابك اتهكر في التيك توك. ليش طيب؟ إيش سويت لكم أنا اتهكروا؟ حسابي في التيك توك متهكر. صباح الخير. كل الكومنتات كده. دكتور عجيب مرحبا، دكتور عجيب ناري من خد اهلي، اضربوا اسمع الترتيب في مجرم تاع الغليل. دكتور عجيب مرحبا، دكتور عجيب ناري من خد اهلي، اضربوا اسمع الترتيب. سرق التيك توك من 45 دقيقة. كنت أنا نايم، كانت الساعة تقريبا 6:50 الصباح. الناس تصحى الصباح تقول يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم، ويصحى الصباح يفشخ حسابات. بس الفيديو حلو. طب انت ايش تبى تسوي دحين؟ ماني فاهم ايش تبى تسوي فيه. مرام صباح الخير، حسابي في التيك توك اتهكر. عادي 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 عادي، تهكر تهكر. وانا قلت لك احد دخل بيتنا. صباح الخير. اسوي الحمد لله خيره فيما اختاره الله. بس انا يا اخي دقيقه، يعني انت سرقت حسابي؟ بالله ارسل لي عنوانك، ارسل لك الدرع عشان تاخده. يعني معقوله يعني؟ عشان كيف عرفت؟ صحوني من النوم قال لي اصحى اصحى. قلت ايش فيك؟ قال لي تهكر حسابك. قلنا يا ابوي كيف كذا؟ والله ما عارف ايش اقول، فاهم؟ انا معصب بس ما اعرف ايش اقول. المهم درع ما تبغاه يا خوي، اكيد تتابعني في سناب. يعني انت ما عاد تسرق حسابي في التيك توك وما تتابعني في سناب، يعني الله يسامحك الله يسامحك. يعني نمت ساعتين نكدت علي يا شيخ. شكرا، دعيني نشوف حل ان شاء الله. ما في مشكلة، بدي الحياة لو لها ألف حل. صباح الخير حبيبي. لو أنا الصورة ما هي حلوة، ما عجبتني، تغير الصورة طيب وتكفى شوف عشان نكون في الصورة لو سمحت. لا تمسح الفيديوهات، عندي 20 مليون لايك، تكفى. نزل فيديوهات وكل، لا تمسح. أنا عشان لو رجعته يعني تكفى. فك لك إيش فك اللي مسوي لهم لايك. أنا رجعلي أيوة. بعد استقرار يجيك يوم وتشك ويشابك كل ويشابك. الأغنية عجبتني مرة يا عيال، عشان كده حطيت لايك. أهل الادخار اللي هو الأغنى رجل في بابه كتاب ممتد. يعني أنت تقعد في البيت جالس يتابعني في سناب، رد علي هنا في التيك توك كتب أبشر ما بمسح شيء، بس وش رأيك أغير اليوزر؟ يا أخي ليش يا أخي ليش تغير اليوزر؟ إيش سويت لك أنا يا أخي؟ أموت وأعرف هكرته كيف. شوف حاط صورتي هنا. بعد راسي والله. بس وش رأيك في الحساب؟ يا أخي ما أعرف إيش أقول لك. طب كيف هكرته يا أخي؟ كنت نايم يعني. الله النكاية، حبيتك يا أخي. لا حول الله، يعطيك العافية ويهديك. ما ايش اقول لك والله، حساب 4 سنين، 4 سنين من حياتي راحت انا ونايم. مهم يا حبي، كنت بقول لك بعد اذنك حبيبي، انا عندي اعلان الساعة 5 العصر وبنزل بوست في الانستغرام ولازم انزله في التيك توك. وانا والله ما اعرفك، ولكن كان ايش حسوي؟ حنزله في سناب. فانت ايش تسوي بعد اذن؟ اخدمني فيها انا، عشان العميل ماله صلاح، الرزق ماله صلاح. نلعب مع بعض انا وانت والله. بس الرزق ماله صلاح يا بعد هي. فانت تسوي سكرين ريكورد وتاخذ الفيديو حق البوست هذا، انا قاعد اطهمش فيه، تنزل لي هو في التيك توك، تكون خدمتني والله. طيب نتفق، نتعاون نتعاون، خلينا على التعاون يعني. خلاص
يصير تنزله هنا وتسوي له بنت وتزبطني كده. حلوين حلوين. شفت انا مره مشهور قنوع، ما هايط ولا شيء، ما شاء الله عليك قوي والله. اللي يقدر يهكر حسابه والشخص نايم من غير ما اضغط ورا لينك، انت قوي والله. فنزل لي البوست جاوب عليه في التيك توك يا بعد راسي والله. يا سلام يا اخي، والله متابع اول باول والله بفطر. تفضل حياك الله، قاعدين نفطر يعني. كلمني انستا افهمك، وما عليك بنزله تستاهل، بس بالله ب 10%. 10% من ايه يا عم؟ لا تاخذ حسابي وتعلم علي اوكي، بس تاخذ فلوسي لا لا يا اخي، مولدي الدرجه يا اخي. دحين حخلي محمد يرسل لك رقمي يا بعدين، نتعرف على بعض، ايش رايك؟ والله يا حبيتك يعني، انت عندك طاقه بس بتستغلها معايا انا ما اعرف. يعني عندك قوه لازم تستغلها في المكان الصح يا حبي. دحين ارسل لك رقم جوالي ونتشرف يا بعدي، يعطيك الف عافيه. دكتور صباح الخير، ايش الاخبار؟ طيبين ما شاء الله، الوجه منور مفتح ما شاء الله. الساعة كم نمت امس؟ والله 11. ترى هو السبب انه تكر حسابي يا جماعة، ابشركم يعني. شفت راح الحساب 11 نايم، والفلوس اللي جوه التيك توك يعني، انا زعلان الفلوس اللي جوه التيك توك. والله عوض عليك ان شاء الله ترجع. رايحين نسوي فترة نقاهة، عوضك على 50,000. رايحين على فاقول ولا ممنوع انت؟ لا لا انا كل شيء اوكي كويس، مسيطر يعني. سيطرة الحين عندك يا جماعة. كل واحد يقول لي هو من جيش مين؟ فلفل الليمون، زبدة الثوم ولا نيشن؟ أنا عن نفسي اللي يفوز عندي النيشن، بس اليوم هنروح لفلفل الليمون. يا ويلي ولا انت معايا صح؟ معاك شايف الليمون؟ شايف. حط صوص، زود 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 زود. ايش هذا؟ فلفل ليمون بس نيشن باقي باقي. اتوقع كذا بقي لي كمان طلعتين على البحر ويصير لوني بطل باذن الله. فا ايش رايكم بالمخرجات الاولى؟ خشمي صار احمر. شعور جميل لما الاسمر يصير خشمه احمر والله العظيم يضحك.